معاكم الدكتور فيروز مجدي استشاري تغذية علاجية. عندنا طبعا من الحاجات الكويسة جدا النازلة عندنا في الماركت، عندنا طبعا أدوية مادة الأورليستات. طبعا كلنا سمعنا عن أورليستات كتير، وفي منكم اللي بيتضايق منها، لا يا دكتور ما تكتبليش أورليستات عشان أنا مش بحبه. طيب عايزين كده نفهم ازاي ان انا افرق ان انا مش عايزه أورليستات عشان بيعمل لي مشاكل كتير، بيخليني على طول ان انا معدتي مقلوبه، بيخليني على طول اخش التويليت يا دكتور حاسس ان انا مش قاعد مرتاح، بروح الشغل ببقى مش قاعد مرتاح، بقعد في البيت ببقى مش قاعد مرتاح. طيب ايه الفكره نفسها يا جماعه؟ الفكره نفسها ان انت عندك الأورليستات دي ماده واخده الاف دي اي. المادة دي بتعمل ايه بالظبط؟ ايه فايدة مادة الأورليستات نفسها؟ انها بتعمل تثبيط او بتقلل خالص انزيم اللايبيز اللي هو مسؤول عن تحلل الدهون، فبالتالي ان المعدة الامعاء نفسها مش هتقدر تمتص الدهون ده. فالدهون ايه اللي هي في الوجبة نفسها، تمام؟ يعني انت لو بتاكل مثلا دهون بنسبة 70% من الوجبة، هي هتقدر تقللك لحد من 40 او 35 45% من دهون الوجبة نفسها. طيب مش هيحصل امتصاص ليها كامل، وهتنزل مع الفضلات، بس مش هتنزل في الصوره اللي انت يعني اللي انت دايما بتبقى واخد عنها فكره ان هي ممكن تسبب لي مشاكل في معدتي. طيب الأورليستات عندنا بيبقى من جوه الماده نفسها في نوع باودر وفي نوع جرانيولز. هفتح لكم كده الكبسوله دي. مع بعض كده عايزين نشوفها. ده عباره عن الجرانيولز نفسها. تمام؟ هتلاقي حبيبات كده صغيرة غير البودر اللي احنا متعودين عليه اللي هو بيسبب لنا دربكة في المعدة، يخليني على طول اخش التويلت، يخليني على طول حاسس ان انا في دهون بتنزل حتى وانا قاعد، بتسبب لي مشاكل في الملابس، ودي طبعا مشكلة بنسمعها كتير. دي اللي هي بتبقى الكبسولة نفسها محتوية على بودر. مش عيب خالص ان انا اشوف الكبسولة اللي انا هاخدها من جوه. يعني انا دايما بفتح الادوية اللي بتجيلي دايما عشان انا بحب اشوف جدا المادة من جوه عاملة ازاي. جرانيولز انا بدي وانا مستريحة ومستريحة مع العيان كمان، لان هو مش هيسبب له المشاكل بتاعت الأورليستات اللي هو متعارف عليها. طيب في خطأ كبير جدا احنا بنقع فيه بمادة الأورليستات، ان احنا بناخدها بس وقت الوجبه الدسمه. يعني انا دكتور انا هلخبط النهارده فهاخد لي حبايه عشان تخلص، لا هو ده الفكره دي غلط اصلا، تمام؟ دي الفكره دي مش صح. لو انت عايز تعمل فعلا فرق في الوزن بتاعك، يعني انت مثلا انت لو مريض سكر محتاج انت تنزل من وزنك من 5 ل 10%، او لو انت مريض عندك مقاومه انسولين محتاج انت تنزل من وزنك من 5 ل 10% عشان ما تتعرضش لسكر. طيب ايه الدواء اللي ممكن يخليني وانا وامن بالنسبه لي عندنا مادة الأورليستات ممكن ان احنا ناخدها مفيش مشكلة هتنزل لي من 5 ل 10%، بس الفكرة كلها ان انا اخده صح. بيتاخد امتى؟ الجرعات 3 مرات بعد كل وجبة، وانا بركز جدا 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 على فكرة ال3 مرات دي. يعني مش هي مرة واحدة بس ساعة الوجبة اللي انا هاكلها فيها دهون، لا هو الموضوع ده غلط خالص، لان هو بيمنع امتصاص الدهون نفسها. بس انا ممكن اكل لو كلت اي حاجه مثلا، طب ما فيها نسبه دهون فهي هتخلصني من نسبه الدهون نفسها. عايز اقول لك كمان ان هو بيدي نسبه احساس بالشبع، يعني انا بحس ان انا مش قادر اكمل اكلي، كمان مش قادر ان انا الخبط ما بين الوجبات كمان، رغم ان هو ما بيشتغلش على الشهيه، مش من الادويه بتشتغل على الشهيه، بسبب عندنا مشاكل كتير زي اللي احنا بنشوفها. في عندنا حاجه كمان، ان طبعا الأورليستات ماده واخده الاف دي اي دلوقتي، بقيت مصرحه من سن 8 سنوات بعد ما كانت مثلا ابتداء من سن 12 و14 سنه، لا من 8 سنين ممكن نديه سيفتي خالص مفيش اي مشكله فيه. طيب احنا سمعنا كتير ان ماده أورليستات ممكن تسبب لنا نقص في الفيتامينز، ده بيحصل لو انا فضلت مستمر عليه 6 شهور، ممكن يحصل لي فعلا نقص في الفيتامينز. فعشان كده بنقول دايما حاول ناخد مالتي فيتامينز مثلا بس قبله بساعتين تقريبا. من الأدوية الكويسة جدا اللي موجودة في الماركت وفعلا أثبتت نجاحات، بس لازم تتاخد بالجرعة المناسبة ليها، مادة دواء الستاتي كاب. ده من الحاجات الكويسة جدا اللي هو جرانيولز، فعلا زي ما فتحت كده قدامكم الكبسول دلوقتي وشفنا عبارة عن حبيبات صغيرة مش عبارة عن باودر، فمش هيسبب لنا عندنا المشاكل بتاعت الأورليستات التانية. أتمنى أن أنا أكون فدتكم ونتقابل في حلقات تانية.